نروح لاخبار الاهلي بقى يا احمد. النهارده ماتش الاول قبل ما نقول اخبار واستعدادات الفرقه، بيتهيألي ماتش مهم جدا ممكن تزود من اهميته يا ساره وتخفف من حد التوتر فيه، التطورات الخاصه بدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا. انا بيتهيألي انه اللعيبه يمكن اللي شددهم او الحقيقه عامل حاله من حالات الضغط عليهم في الفتره الحاليه هو اقتراب موعد دوري الابطال، واعتقد انه وجود النهارده او في كلام انه دوري الابطال جوله قبل النهائي يعني ذهاب والاياب ممكن تتاجل، ده الى حد ما هياثر او هيكون له تاثير النهارده في ماتش حرس الحدود. تفتكري بقى انت التاثير ده يكون سلبي ولا ايجابي؟ انا شايفه انه المفروض اللعيبه ما تشغلش نفسها باي كلام سواء هيتاجل او مش هيتاجل، وده كان فايلر قاله يا احمد انه انا ماليش دعوه، انا جاهز انا ولاعيبتي، يتلعب الشهر ده يتلعب الشهر اللي جاي، انا جاهز انا والفريق. لكن لو على فكره ممكن يكون اشاعات التاجيل دي اللي طلعت من قبل كده اصلا لما في صحف مغربيه ومسؤولين من المغرب قالوا انه خلاص اكيد ان دوري الابطال هيتاجل، والكلام ما طلعش من الكاف ومصر ما كانتش عارفه حاجه، وده اساسا كان عليه علامات استفهام كتير قوي. هو دلوقتي في حاله غضب يعني، هو اوريدي بعد الاعلان انه ماتش الوداد والرجاء في المغرب الديربي هناك هيتلعب يوم 24، المفروض الماتش عندك 25 و26، عندك الزمالك يلعب الرجاء 25 والاهلي والوداد 26. فيعني ايه انه المغرب تبقى بتتكلم انه في تاجيل اكيد والكاف ما طلعش كلام ومصر مش عارفه حاجه؟ طب الجمهور الاهلي وجمهور مصر بشكل عام مش ليهم حق ان هم يتضايقوا؟ مش ليهم حق ان هم يسالوا هو ازاي ما مدى نفوذ المغرب في الاتحاد الافريقي؟ بس خليها برضه عشان نحط الامور في نصابها الصحيح، الموضوع لا يتعلق بالرياضه او بكره القدم او مسابقات الاتحاد الافريقي بشكل مباشر، الموضوع ليه علاقه بوضع استثنائي في المغرب، موضوع ليه علاقه بظروف الطيران، هل هيحصل لوك داون بسبب كورونا. خدي بالك انه احنا على مستوى العالم بس مش على مستوى المغرب ومش على مستوى مصر، احنا في توقع شديد بانه هيكون في هجمه شرسه ثانيه لكورونا، وبالتالي ده من ممكن يبقى مرتبط بقرار سلطات مغربيه بانه ما يكونش في فتح المجال الجوي، وده بالتاكيد ياثر على بس ده اللي اتقال بس من امبارح يا احمد، لكن من قبل كده كان احنا طبعا بنتمنى الشفاء لكل لاعبي الوداد ونتمنى، والاهلي دايما بنقولها جاهز ان هو يلعب اي فريق بكامل قوته، بس اللي احنا بنتكلم فيه يا احمد لو في نيه للتاجيل لازم الطرفين يكونوا عارفين، لكن انه يبقى في كلام انه بيتاكد في المغرب ومصر مش طرف عارف ده، دي المشكله. طيب على كل